قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنيه التحتيه رئيس مجلس اداره شركه ممتلكات القابضه ان شركه ممتلكات شهدت تعافيا ملحوظا خلال العام 2021 ولفت معاليه الى ان هذا التعافي ادى الى تعزيز النتائج الماليه لمجموعه ممتلكات والمساهمه في دفع عجله النمو الاقتصادي التي تشهدها مملكه البحرين حيث تحسن حسنت النتائج المالية لمجموعة ممتلكات تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام السابق الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 حيث حققت النتائج المالية الموحدة للمجموعة صافي ربح موحد قدره 329 مليون دينار بحريني في عام 2021 وقد أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 2021 والتي سجلت من خلالها أعلى صافي ربح منذ إنشائها وشهدت البيانات المالية غير الموحدة لممتلكات تسجيل أرباح بلغت 45 مليون و600 ألف دينار بحريني. وتم دفع 20 مليون دينار بحريني للمساهم لغرض المساهمة في الميزانية العامة للدولة. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 34% من مليار و600 مليون دينار بحريني في عام 2020 إلى مليارين و200 مليون دينار بحريني.